عندي بروبلم. بأي وقت؟ أكيد ناطرتكم. سيو سيو باي باي. نور، بتذكر الإذاعة الخاصة اللي دقولي من يومين وقالوا لي أنه حابين يعملوا معي انترفيو؟ إيه بتذكر، شو ذكرك فيهم؟ هلا رجعوا دقولي وقالوا لي أنه المعدة رح تحكي معي وتنسق معي المواعيد. أيوة، وإن شاء الله طلعتيني بالكذبة. أنا لأنه وقت ما سألوني قلت لهم أنه أنت مسافرة. Are you crazy? Of course not. أول ما قلت ألو قالوا لي الحمد لله على السلامة، حكينا مع مديرة أعمالك الحلوة. حلو هالحكي، يعني الموضوع حقيقي وانت لازم تعملي هالخطوه. ايه انا حابه احكي بالانترفيو عن مشروعنا، بركي حدا سمع وكان مهتم او بده هيك شيء. صار عم تخططي من وراي، بس يو نو وات، اتس ا جود ايديا. الله يسامحك، من يوم يومي هيك، بس انتم ما عرفانين قيمتي. دخيل قيمتك. يا اهلا وسهلا فيكي، نورتي المكتب. يلا شوي وبيجي الأستاذ بلتقي فيكي. سوري بس ليش ما في أي لوحة أو إشارة بتدل على اسم الإذاعة؟ ما عندي فكرة أبداً. يعني نحن هون بمقر الإذاعة؟ هون مكتب الإدارة. يعني سوري بس يعني أنا بعرف إنه الإذاعة فيها استوديوهات، فيها معدات، يعني أقلها فيها موظفين، أنا ما عم شوف حدا. بونجور مدام، بيسعدني أقول لك إنه الغفران أف أم بترحب بالماركس سوبر ستار دادو. شكلك ما تذكرتيني، وبعرفك على حالي. جو مدير أعمالك السابق. هاد أنت؟ يبعت لك حمى يا جو. اللي انكسر رح يتصلح. وانا في شيء من داخلي هيك عم يقول لي انه دادو رح تسامحني ورح تنسى الماضي كمان. وكمان بحب اضيف لهيدا الشيء، لازم تعرفي الدوافع اللي خلت جو يعمل مع دادو هيك. وات؟ دوافع شو؟ انا امنتك على كل شيء، وانت بكل بساطه خنت الامانه وقضيت علي ورجعتني على الحديده، جاي هلا بكل بساطه تلزق الانكسار؟ حدي حالك، روقي وقعدي خلينا نتفاهم. يا عمي عم بعترف لك انه انا غلطان. غلطت؟ ايه انا غلطان، بس بنفس الوقت قلت لك كل شيء رح يتصلح يا دادو. عرفتي؟ بالنسبة لك ممكن رح يتصلح، بالنسبة لي نو واي، ما في شيء بيرجع لي ثقتي فيك. ويا ريت ما تفرجيني وشك بحياتك، وانا رح انسف من ذاكرتي اني شفتك في يوم من الايام. بس إذا عرفتي مين هو الشخص يلي طلب مني أتواصل معك وأنصب عليك أكيد رح تغيري رأيك. Not important. المهم ما تفرجيني وشك. Never never never. I'm so sorry مدام دادو. So sorry. لازم تعرفي إنه جو ما بينصب على حدا، هاي أولاً. وثانياً أنا هلأ قدامك رح أتصل بريهام يلي طلبت مني اني انصب عليكي، والا انا مش قد هالشغله مش رح اعملها، واذا بدك روحي صفي حساباتك معهم لحالك بعيد عني. او ماي جاد، قلت ريهام؟ ايه ريهام. جو يا ميديا جو، لك كيف زبطت معك؟ لك هذا الزلمه كان لازم ترفعي فيه دعوى اساسا، مو على الاذى النفسي، على الاذى المادي كمان. هو كان لازم هيك يصير، بس صراحة حسيت في شيء متغير. بعدين لا تنسي انه هو اللي دق لي، مو انا اللي دورت عليه ولقيته. لا ولو عن جد عم تحكي، يعني هي على اساس بتفرق مين دور على الثاني، هذا لازم يرجع لك حقك، عم تفهمي؟ اوف كورس، هو عرض علي يعوضني عن طريق الشغل. انه شغل؟ ما فهمت عليكي. ما هو اقترح علي انه يكون شريكنا بمشروعنا، عرفتي كيف؟ عرض علي يجيب عالم تمول المشروع، لأنه هيك اقترح هو، ما دخلني. صوت صوت، عن جد عم تحكي؟ أنا هذا الزلمة مستحيل اشتغل معه، لك هذا واحد نصاب. لك إيه، وأنا كمان، أنا كمان هيك قلت، أنا مستحيل اشتغل معه، نو واي اشتغل معه، إلا إذا إلا إذا شو؟ إلا إذا طلع ستريت دايركت اند اونست،
يعني بركي طلع زلمه صادق بكلامه عن ريهام. تعال اقول لك خلينا نلحق الكذاب لورا الباب لنشوف شو بصير. تعال اقول لك اللي بجرب المجرب عقله شو بيكون؟ مخرب. مستحيل، ما بعرف، انا مو ظابطه معي القصه. جو يا ميديا، هي بعت لك حما يا جو. بس بركي طلع صادق.